الآن إذا 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 أنا جايب شهادة مزورة لاعب فيها، مسؤولية من يتابعها؟ مسؤولية الجهة، مسؤولية الجهة تخاطب الجامعات، وفي وقت من الأوقات في غفلة من الزمن الناس جابت الشهادات ما حد يدري شلون يابوها وشون، هل هي معتمدة معتبرة أو غيرها، هذا واحد. رغم اثنين أكو جامعات اعتمدت لفترة وجيزة وهي أصلا لا ترقى لأن تكون بقالة، فما بالك جامعة، أكو ناس تخرجت منها ولما تيجي تقول لي يقول لك ما ولا لك حق تتكلم، هذا الكتاب من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في ذاك الحين بأن هذه الجامعة معتمدة. نعم هذا الكلام صحيح، لكن مدام أن عرفنا أن جامعتك هذه جامعة غير معتبرة، كان الأجدر فيك أنت يلي قاعد تدرس في هذه الجامعة لما عرفت هذه المسألة أن تبتعد من هذه الجامعة ثاني يوم، ما تجيب شهادتك والحين تجينا تقول لنا أنا عندي ورقة. حقك صحيح قانونيا أنت سليم وما عندنا مشكلة وياك، عندنا مشكلة في أن هكذا ممارسة تستمر. احنا نبي نوقف هذا الامر ونقطع دابر هذا الموضوع على الاقل من الحين، واللي قدام واللي في الخلف نتحاسب معه تالي.